أهلا أعزائي المشاهدين، مرة تانية برحب فيكم باسم الحبيب ربنا يسوع المسيح، وبصلي من كل قلب أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة ليكن نور حديثنا عن الكنيسة المضطهدة، وطبعا رد فعل الكنيسة إزاء هذا الاضطهاد المرير. معنا طبعا ضيفة هذه الحلقة الأخت رشا نور. أهلا وسهلا أختي رشا. أهلا بك يا أخي نزار، وأهلا بكل المشاهدين. ويعني أحب أن أنا أنتهز الفرصة دي أن أنا أعزي أهالي الشهداء اللي فقدوا ناس من أحبائهم في حادثة دير الأنبا صموئيل. أنا بصلي لكل قلب مجروح ومكسور ومسحوق وتعبان أن ربنا يرسل سلامه الذي فوق كل عقل، يحفظ القلوب والأفكار في المسيح. وبصلي أن العينين تتفتح على الرجاء اللي لينا في السماء في مجيء المسيح الثاني، زي ما كانوا بيتكلموا مع بعض وبيحيوا بعض في الكنيسة الأولى بمران آثا. أنا نفسي إن إحنا نصلي كلنا أن يكون الرجاء ده هو واضح في حياة الكنيسة وفي الناس اللي موجودة واللي بتعاني واللي تحت الاضطهاد واللي تحت قسوة الإرهاب ده، هي تكون بتتعزى بهذه التعزية أن المسيح جاي قريب مران آثا.